أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة في أغلب مناطق المملكة باستثناء بعض المناطق المحدودة من المنطقة الشمالية الشرقية، تحديدا حفر الباطن وأجزاء من منطقة القصيم وأيضا أجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تكاثرت الغيوم المتوسطة الارتفاع تخللها بعض الغيوم الركامية، عملت على هطول زخات متفرقة وخفيفة من المطر. باقي المناطق شهدت أجواء مستقرة لكن باردة، خاصة في المنطقة الشمالية. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الأجواء الغير مستقرة في المناطق التي ذكرناها، وهي حفر الباطن والقصيم والمنطقة الجنوبية الغربية. أيضا كتلة هوائية باردة يتوقع أن تتعمق أكثر داخل المملكة لتشمل المنطقة الوسطى والعاصمة الرياض خلال الأيام القادمة، وبالتالي انخفاض ملموس على درجات الحرارة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية في عموم المنطقة الجنوبية، المنطقة الغربية، وامتدادا نحو المنطقة الشرقية. كما ذكرنا هذه الغيوم عالية بدون فعالية، لكن هنا في فوق منطقة حفر الباطن والكويت نشأت حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي. تكاثرت الغيوم المتوسطة الارتفاع، حطلت زخات رعدية من الأمطار خفيفة إلى متفرقات الشدة. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية أيضا شهدت هطول بعض زخات الأمطار الخفيفة خلال ساعات الظهيرة والعصر، وكانت متفرقة ومحلية الطابع. نبقى نتحدث عن الأمطار ونستعرض الآن خرائط توزيع الأمطار من يوم الخميس وحتى يوم السبت. يوم الخميس تبقى بعض أجزاء المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي هنا فوق منطقة حفر الباطن وامتدادا حتى منطقة القصيم وعموم أجزاء المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تعطل زخات رعدية من الأمطار في هذه المناطق. تستمر فرص هطول الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية خلال ساعات ليلة الخميس على الجمعة على أن تعود وتتسع رقعة هذه الأمطار خلال ظهر وعصر يوم الجمعة عفوا، لكن تكون بالمجمل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وزخات الأمطار تكون محلية الطابع ومتفرقة. لكن اعتبارا من ليل الجمعة على السبت تعود لتنشأ حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي ضعيفة الشدة بالمجمل في المنطقة الشمالية الشرقية، منطقة حفر الباطن والقصيم، تعطل زخات رعدية من الأمطار مع استمرار فرص هطول زخات الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية خلال ساعات يوم السبت. نذهب الآن وإياكم لخرائط توزيع الكتل الهوائية أو توزيع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة، حيث تتمركز كتلة هوائية باردة في عموم المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية، في حين تتمركز كتلة هوائية دافئة هنا فوق المنطقة الجنوبية الغربية. خلال الأيام القادمة يتوقع هذه الكتلة الهوائية الباردة فوق العراق وشمال السعودية أن تتحرك جنوبا باتجاه منطقة الشرقية والإحساء ومنطقة الرياض، حيث تنخفض درجات الحرارة اعتبارا من يوم السبت ويوم الأحد بشكل ملموس، لتصبح درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. نبقى نتحدث عن العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس مستقر، غيوم متفرقة من النوع العالي 14 درجة مئوية كحرارة دنيا، الملموسة 13، الرطوبة مرتفعة 64%، والرياح تكون شمالية إلى شمالية غربية معتدلات السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة طقس غائم جزئي 25 إلى 13، يوم السبت تنخفض درجات الحرارة مع تعمق هذه الكتلة الهوائية الباردة 23 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 12 درجة مئوية مع فرصة لهطول بعض زخات الأمطار الخفيفة والمحلية الطابع. يوم الأحد تنتشر كميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة، تعمل أيضا على هطول زخات خفيفة من الأمطار، المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة 22 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 11 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.